اهلا بيكم في حلقه جديده من التفصيل. النهارده فيديو جديد من سلسله فيديوهات الف ب خياطه اللي نتعلم فيها اساسيات الخياطه. النهارده هنتكلم عن السوسته السحريه، ازاي نستخدمها وازاي نركبها. النهارده هنتكلم عن ازاي نركب السوسته السحريه. انا عندي هنا حتتين قماش مثال، يعني مش قطع حقيقيه، وعندي سوسته المفروض كانت تبقى طول القطعتين بالظبط، بس انا عندي سوسته طويله شويه فانا هستخدم بس لحد الحتتين دول. السوسته السحريه مختلفه عن باقي السوست ان هي بالعكس، يعني كل السوست العظم بتاعها، العظم نفسه بتاع السوسته بيبقى في الوش، والظهر هو اللي ما فيهوش عظم. السوسته السحريه ظهرها هي اللي فيه العظم، والوش هو اللي ما فيهوش العظم. معموله اصلا كده علشان لما يتخيط القماش على الحروف بتاعتها، لما تخيط القماش على الحروف بتاعتها السوسته تلموا على بعضه، فبالتالي ما تبقاش باينه ان في سوسته، او ما يبقاش باين دي في اصلا هنا سوسته في المكان ده، فعشان كده سموها سحريه. السوسته السحريه بستخدمها في اغلب الحاجات الحريمي، الا لو انا عايزه يعني اعمل شكل مثلا بسوسته معدن، او انا عندي قماش تقيل. عاده السوسته السحريه مش بتنفع في القماش التقيل لانها مش بتتحمل تقل او بتتحمل يعني شده، يعني فعشان كده حتى الفساتين السواري بيبقى فيها سوسته، بس بيبقى قبليها مراحل تانيه عشان السوسته لو ضربت مني اعرف يعني السوسته ما يقعش يعني. فبالتالي السوسته السحريه مش بتتحمل جهد كبير قوي، بس انا بستخدمها علشان ما بينش ان في سوسته. انا عن نفسي بشوفها طريقتها ممكن من الطرق الاسهل في تركيب السوست عامه، لان هي ما فيهاش خياطه زهره عكس باقي السوست. باقي السوست فيها خياطه زهره، فلو انا مش شاطره قوي في الخياطه بتبين مهارتي يعني من عدمها. المهم بركب ازاي. انا عندي هنا قطعتين قماش، الظهر في وشي زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي بقص القماش، ان انا بحط وشه في وشه وبقص. فانا عندي الظهر هنا بفرد القطعتين حوالين السوسته، دول الحتتين المفروض هوصل بينهم بالسوسته. عاده السوسته عرضها كل ناحيه بتبقى سنتي ونص، فلما باجي اخيط علشان ما اتلخبطش بخيط على سنتي ونص. فلو جبنا هنا ثانيه على سنتي هلاقي فيه كام ملي زياده، فبحط ده على ده وبخيط على سنتي ونص مش على السنتي، يعني بظبط طرف القماش بتاعي على طرف حرف السوسته. بخيطها ازاي؟ زي ما احنا قلنا المفروض ان هي بتبقى متخيطة بالشكل ده، فبالتالي انا اول حاجة بجيب الناحية اللي على شمالي الوش، اروح قلبه في وش السوستة، يبقى الظهر هو اللي في وشي ووش القماش في وش السوستة، واروح مدبساه هنا. الناحية الاولى مش لازم ابقى انا قافله السوسته، ممكن ابقى فاتحه السوسته عادي. تمام. ببدا منين؟ ببدا من مش عند العظم، مش عند البلاستيك العظم دوت اللي هو اخر السوسته اللي هو السوسته بتقف عنده، لا ببدا فوق شويه. ليه؟ علشان السوسته مش بتقفل القطعتين كامله مع بعض في الطرف. لو جينا قفلنا السوسته هتلاقوا شايفين القماشتين منفصلين ازاي. فلو انا حطاها على فستان وعملت بالظبط هنا فستان هيبقى مفتوح كده. عشان كده اغلب الفساتين اللي بنشتريها بنلاقي فيه كوبشه لما الطرفين دول في الاخر الفستان. عشان كده انا بسيب من القماش حته، تمام، بحيث ان انا اقدر اركب فيها الكوبشه بتاعتي. فباجي بطلع عند فوق العظم بحوالي سنتي، الوش في وش اهو، مثلا كده بالتقريب، واروح مدبسة لحد ما خيط. تمام. عندي هنا القماش متخيط في متدبس في السوستة، بخيط من ناحية السوستة مش من ناحية القماش. بخيط دواس السوسته زي ما انتم شايفين هنا، بيبقى ناحيه واحده بس من الدواس وفي خرم بينزل فيه الابره علشان اقدر اخيط اقرب حاجه للدواس، بيبقى ناحيتين يمين وشمال. بس انا يعني حقيقه بعرف اشتغل بناحيه واحده بس اللي هي اليمين. بحط الدواس قرب السنون خالص بتاعتي، تمام،
وببدأ أعمل الفرماتورة بتاعتي وأبدأ كده بالراحة. وبعدين أنا بحب أدبس السوستة بتاعتي على مرتين. فأول مرة هدبسها تدبيس عادي، يعني مش لازم أقرب حاجة، تمام. تاني مرة بروح عايدة على الدبوس دوت، سوري، على التدبيسة دي، بيدي عند الحتة البلاستيك اروح مدخلة البتاع الدواسة بتاعتي، خد الفرماتور، وببدأ اشد السن دوت بعيد عن السوستة واقرب الدواسة على قد ما اقدر جوه السن. فين الحتة دي، الحتة الحفرة اللي جوه دي، تمام، هي اللي بحاول اخيط فيها، اللي هي هنا. زق الدواسة بتاعتي على طرف البنسة، سوري، طرف السوستة. انا ليه بقى خيطت اول خط؟ خيطت اول خط عشان لما بعمل كده وانا مش مثبتة السوستة كويس هلاقي السوستة اتزحزحت مني عن طرف القماش، واخد بالي ان انا ما خيطتش على السنون نفسها، عشان لو خيطت على العظم نفسه او السن نفسه السوسته هتبوظ. باجي هنا اهو، اول جزء عملته، شوفوا قريب خالص من العظم ازاي، تمام. عايزه اظبط بقى الناحيه الثانيه، دي اهم حاجه بقى عندي، عايزه اظبط الناحيه الثانيه بالظبط على نفس الحرف. فبروح حاطه الناحيه الثانيه وش في وش برضو، شايفين، مظبطاها على الطرف بالظبط، الطرف على الطرف. ما اخدش يعني ما احسبهاش من بدايه السوسته، لان السوسته مش شرط بدايتهم تبقى قد بعض اصلا. فبروح مظبطه طرف القماش ده على طرف القماش ده كده، تمام. لما افتح اتاكد ان انا لما خيطها هيبقوا قصاد بعض. تاني حاجة بقى، بدبس من تحت كمان علشان القماش ممكن يمط وانا بخيطه، فمش هظبط من فوق واروح مبوظها من تحت، واروح مدبسة من تحت كمان. بفتح ده وافتح السوستة، بخيط السوستة هنا بنفس الطريقة، ما شيلش الدبوسين غير لما اخلص، وهكويها واوريكم الشكل عامل ازاي. دي كده بعد ما انا خلصتها، بصوا يعني لما بشدها تخيلوا ان احنا لابسين الفستان دوت، فطبيعي ان انا بشده، لان لو السوستة ما شدتش وانا عاملة فستان المفروض يبقى عبسني شوية، هيبقى الفستان واسع فهيقع مني، فبالتالي التخيل الطبيعي ان السوستة بتبقى عاملة كده. طبعا اللون الاحمر ما اختفاش تماما، وعايزة اقول لكم انه ممكن يعني اعيد مرة كمان خط خياطة جوه خالص يدوي بقى مش مكنة. اوقات المكنة لو انا خطيت ودخلت في الحتة اللي جوه دي ممكن اخيط العظم نفسه فالسوستة تبوظ. فاوقات بصوا احنا داخلين لحد فين، تمام. اوقات في ناس بتعمل غرزة جوه كمان ملي او 2 ملي يدوي، بس صراحة عمر ما في حاجة بتخفي اللون تمام، يعني تماما تماما صعب، غير لو القماش تخين يعني او كذا طبقة قماش، فبعد ما بقفل القماش دي طبقة خفيفة برضو في الاخر، لكن انا عندي طبقة تل وطبقة مش عارفة ايه، فبعد ما بقفل القماش بيغطي تمام. لو عجبكم الفيديو دوت اعملوا لايك وانشروا وسط اصحابكم المهتمين بالخياطه، واعملوا اشتراك في القناه ودوسوا على الجرس اللي جنب زرار الاشتراك عشان يوصلكم الفيديو اول ما ينزل. ونشوفكم على خير الحلقه الجايه. باي باي.